امبارح بالليل السوشيال ميديا كانت الحقيقة قلقانة جدا، قطاع عريض منها طبعا من جمهور النجم الممثل القدير خالد النبوي، كانوا قلقانين على صحته لإصابته بأزمة قلبية وإعلان دخول خالد النبوي المستشفى. وطبعا يعني التفاصيل كانت لسه مش واضحة، لكن في النهاية وصلنا إنه في عملية قسطرة في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وزوجته الأستاذة منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي طلبت من جمهور خالد النبوي الدعاء. وشفنا طبعا البوست ده امبارح وقد ايه يعني كان ليه مساحه جدا من التداول، والناس كانت نفسها تطمن على النجم الجميل خالد النبوي. خلينا نعرف من الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين الحاله الصحيه اللي سمعنا انها يعني الحمد لله بقت افضل. برحب بيك يا دكتور اشرف. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بيك. ممكن تطمنا على خالد النبوي؟ والله الامور مطمئنه جدا جدا وحالته الصحيه كويسه، وهو يمكن بكره نخرج من المستشفى. وانا قابلته امبارح وهو كلفني يعني التوفيق، شكر كل الزملاء والجمهور وكل المحبين، وطبعا الدعاء مطلوب على طول. يعني هو فنان عظيم ويستحق طبعا يعني كل التقدير والحب، وهو الحمد لله بخير. وانا بطمنكم وهذا الكلام على مسؤول. الحمد لله. الامور الصحيه لخالد النبوي محتاجه تدخل دكتور مجدي يعقوب زي ما سمعنا كده دكتور اشرف؟ لا والله خالص ما اعرفش مين صاحب بدات الاخبار دلوقتي انه دكتور مجدي يعقوب يعني كلمتوه و مش دلوقتي، ده بدا من امبارح يعني بس هي زادت شويه. هو الموضوع اختار خالد كان موجود في احد الفنادق القريبه من مستشفى القصر. تمام. كان في حوار مع احد الزملاء الصحفيين وهو هناك حس بالم كده، فراح القصر العيني كان اقرب حاجه ليه وقالوا له لازم تعمل قسطره، وعمل معانا والحمد لله الموضوع بسيط ولغايه دلوقتي الامور كلها كويسه. يعني انا اطمنت من شويه من ما كانش في الجام زي ما بيقولوا، يمكن بقى قبلها ما اعرفش يعني حسب اللي عرفته منه. يعني اللي هو قاله لي بنفسه ان هو كان قاعد في حوار جايز كان في سن قبلها بشويه صغيره او حاجه، لكن هو التعب جاله وهو قاعد على الكرسي بيعمل حوار صحفي. طيب الحمد لله يعني صحته كويسه الحمد لله وتحت رعايه طبيه والامور ماشيه في يعني بشكل ايجابي الحمد لله ان شاء الله. شكرا يا دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين، شكرا جزيلا والف سلامه على طومان باي ممالك النار يوم وليله. النجاح اللي كان يعني ورا بعضه ده اكيد يعني كان نجاح مبهر، وفي نفس الوقت اخذ مجهود، و يعني خالد النبوي جمهوره مش في مصر بس، جمهوره كمان في الوطن العربي، وبالتالي كان لازم نطمن عليه. والحمد لله سمعنا خبر كويس انه دلوقتي بيخرج يعني من الحالة الصحية الصعبة اللي كان فيها لما هو أفضل.